عايد المناع المحلل السياسي الكويتي معنا من الكويت عبر سكايب. مرحبا بك دكتور عايد. أولا قراءتك لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها سيد مصطفى الكاظمي فجر هذا اليوم، ومسارعة الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم لإدانة هذا العمل، ووصفته بالعمل الإرهابي، لا يعزز هذا العمل الذي قامت به يعني ربما ميليشيات معينة، لا يعزز مكانة الكاظمي بدلا من تقويضها؟ تحياتي لك ولزميلتك الفاضلة ولمشاهديك الأعزاء أينما كانوا ولضيفك الكريم أيضا. أنا أعتقد أن أولا نهنئ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بالسلامة، ولا شك بأن هذه الأعمال هي دلالة فعلية على تعمق الحقد داخل هذه المجاميع وإصرارها على أن تتمتع بالسلطة حتى ولو لم يكن لها الأغلبية، وهذه دلالة على أن هذه المجاميع لا تنتمي للنهج الديمقراطي على الإطلاق، وإنما هي مجاميع متطرفة متشددة ذات اتجاهات طائفية وعقائدية لا ترى بالديمقراطية سبيلا للحكم والسلطة وتداول السلطة والعمل لخدمة الناس على الإطلاق. نعتقد أن هذه خطوة خطيرة جدا وتصعيد جدا. كنا نعتقد بأنه يعني داعش هي تنظيم خارجي ويعني يأتي ويقوم بأعمال ضد العراق ضد سوريا ضد السعودية ضد أي بلد الحقيقة، حتى في أفريقيا يصل وحتى في أفغانستان. اليوم لدينا مجاميع خطيرة جدا نتجت من سقوط النظام العراقي السابق، وهو نظام دكتاتوري مستبد، لكن هؤلاء من الناحية الفكرية والذهنية لا يقل استبدادا وسوءا، لأن هؤلاء الحقيقة يعني ولائيين لجهة معينة وأيضا الحقيقة طائفيين، وبالتالي هم لا يروا إلا الاتجاه العقائدي الخاص فيهم ويريدوا أن يفرضوه على الآخرين. الحمد لله أن العملية فشلت. السيد الكاظمي الآن يتمتع فعلا باعتقادي بتأييد شعبي، ويمكن أحد الحقيقة الولائيين أشار اليوم أنه عملية جلب العواطف والمحاولات هي إشارة أنه لا أنه هذا التعاطف هو نتيجة أن الكاظمي هو اللي عمل هذه العملية. البارحة أولت البارحة سمعنا السيد الخزعلي وهو يوجه تهديد ووعيد والجماهير اللي حشدها وإلى آخره. لذلك نقول يا أخوان، العراق عاش من 1980 على الأقل في حروب وفي صراعات وفي دماء وفي دمار. أرجوكم أنقذوا بلدكم بالنهج الديمقراطي السليم، نقبل بالنتيجة، عندنا اعتراض، عندنا جهات قضائية مسؤولة، محكمة دستورية، محكمة عليا إلى آخره، وليس السلاح وليس القوة. حتى لو كانت النتيجة عندنا شك فيها، يبقى أن الوسيلة هي القضاء الدستوري الذي يحكم في هذه القضايا. لذلك أنا أعتقد أنه على الذين يقفون وراء هذه الأمور أن يعلموا بأن العراقيين لن يقبلوا على الإطلاق أن يعودوا لعهد الاستبداد، سواء كان ديني مذهبي أو سياسي بعثي أو ما شابه ذلك. وهذا طبعا بعد تجربة مريرة. لذلك نقول نحن مع العراق كلنا في المنطقة، ومع أي نهج سلمي ديمقراطي لتداول السلطة بصرف النظر عمن يكون في هذه السلطة. طيب دكتور عايد، بعد ترحيبك مجددا، يعني أنت تعلم، الجميع يعلم بأنه شخصية السيد الكاظمي يعني توصف بأنها لا تعادي أحدا، فهي شخصية براغماتية لديه علاقات متعددة مع كل اللاعبين الأساسيين يعني على الساحة العراقية والأقليمية والدولية أيضا إن صح التعبير. وإذا أردت أن تبحث عن الجاني فابحث بداية، أو إذا أردت أن تعرف الجاني ابحث بداية عن المستفيد، فهل يعقل أن تسمى الأمور بمسمياتها اليوم؟ نعم حلا، أنا أعتقد أنه هذا هو السؤال الجوهري، أن المستفيد من هو؟ المستفيد من كل هذه الضوضاء
والذي يسعى إلى أن يعكر العملية ويدخل العراق بدوامة دم جديدة هو الذي تراجع في الانتخابات الأخيرة. أنا ما بيقول انهزم، لكن تراجع الفتح من القمة إلى رقم يحصل على 15، هذا طبعا تراجع كبير، وغيره من الآخرين الصغار بالنفوذ الانتخابي. هؤلاء الحقيقة أخذيها مني لا يريدون ديمقراطية، يريدون نموذج إيران. ما هو نموذج إيران؟ هذا أمام عيوننا نموذج إيران، دولة انتخابات نعم، أما ديمقراطية فلا إطلاقا. دولة انتخابات بمعنى أن يأتوا بمجموعة تختار واحد منهم وكلهم من خط ونمط واحد، عدا ذلك ما تنجح، حتى لو قالوا لك ادخل لدر الرماد بالعيون ما تنجح. هؤلاء الحقيقة لن يقبلوا إطلاقا بأن يكونوا مع الديمقراطية، وسوف يعودوا مرة وثانية وغيره، وأنا لا أستبعد أن يخوضوا حرب أهلية، هذا وارد للأسف الشديد. لكن الصحيح هو الحقيقة أن ينفض العراقيون الغبار عن أنفسهم ويتصدوا صرف النظر عن المذهب وعن القومية وعن العرق. أنت تريد وطن آمن ومستقر، تريد وطن ديمقراطي مثل الدول اللي لها اليوم ننظر لها باحترام. يا أخي ارجع إلى ما قبل 1958، يعني كان عندك على الأقل تتناول السلطة وديمقراطية وحريات وصحافة وأحزاب وإلى آخره. طيب ما كان عندك هذا النفس الخبيث الطائفي إطلاقا، وكلهم للأسف سواء كانوا عند هذا الطرف أو ذاك لا يخلو من السوء. لذلك أنا أقول أنه فعلا اليوم هذه فرصة للسيد الكاظمي وفرصة للقوات المسلحة العراقية بكل أبعادها بأن تعلي الشأن الوطني العراقي، مثل ما قال للأمانة والتاريخ سجله سيد مقتدى الصدر عندما قال العراق للعراقيين. يا أخي ما حد حافظوا على بلدكم، ما حد قال لا تقيم علاقات طيبة مع إيران، لا، إيران موجودة ودولة جارة ونريد العلاقات الطيبة معها، لكن ما نكون أدوات تابعة نأتمر مثل ما يأتمر حزب الله في لبنان وغيره من الأحزاب الولائية الحوثي في اليمن. كل هؤلاء الحقيقة يعني يتبعون لجهة معينة تستخدمهم لتحقيق مصالحها على مصالح شعوب أخرى. ونقول أيضا حتى لإيران كفاية تدخلات، على الأقل يا أخي العراق أنتم وياه في جيرة أزلية لا فكاك منها، فعلى الأقل خفوا عنا وخلوكم في شأنكم واتركونا في شأننا. العراقيين كفاهم معاناة، أنا قلت من 1980 هو يمكن قبل ذلك، لكن أنا أخذت تاريخ الحرب الإيرانية العراقية. لذلك أنا أقول اليوم هو فرصة، صحيح ما كان ودنا أن تحدث، لكن أنا أعتقد أنها فرصة لنزع سلاح جميع الميليشيات. نعم راح تقولون حرب، قد تحصل حرب، نعم وهذه واردة، والأسوأ أنه اليوم هذه الطائرات المسيرة ترى هي صنع إيراني وموجود، ولا توجد عند حتى داعش، هذه السيئة إلى الآن لم تستخدم حسب علمي طائرات مسيرة. لا استبعد السوء عن داعش، داعش كلها سوء، لكن هذا نتاج إيراني، الطائرات المسيرة والاستهدافات بهذا الشكل إيراني وأدوات إيران. لذلك اليوم فرصة لإنهاء هذه الوضعية، ولو أن مصطفى الكاظمي استشهد في سبيل ذلك لكان ذلك وساما على صدره وصدر أبنائه من بعده، لأنه خلص العراق من هذه العلة. اليوم إحنا أمام ورطة أنه في سلاح، والذي يملك السلاح يتحكم. حزب الله في لبنان هو الدولة، هو الدولة، لا رئيس ولا رئيس حكومة ولا برلمان ولا حتى يعني قوة سياسية، هو الذي يحكم بصرف النظر، هو قاتل إسرائيل وكنا معه، لكن أن يصبح حزب سياسي يحمل السلاح هذا مو حزب سياسي، هذه ميليشيا عسكرية تدعي السياسة. أنا أعتقد أنه اليوم حان الوقت لأن يتحرك
فعلا الأمن العراقي والقوات العراقية والقوة السياسية العراقية التي تؤمن بالتداول السلطة لإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة من التمذهب ومن الحقيقة التخندق في جوانب عدائية لسلطة الدولة.